أول مناورة عسكرية مشتركة تجمع مصر وإسرائيل مع اليونان تتزامن مع ذكرى 44 لحرب أكتوبر تشرين الأول. واللافت أن من أعلن عن هذه المناورات هو اليونان، بينما التزمت القاهرة الصمت حول المشاركة الإسرائيلية، واكتفت وزارة الدفاع المصرية بالحديث عن تدريبات بحرية وجوية مع اليونان، بالقول أن الأمر أثار جدلا كان متوقعا في مصر. الأهم في هذا الجدل هو السؤال الذي طرحه البعض عن الهدف الاستراتيجي لمناورات جوية مشتركة مع إسرائيل. يجب القول أيضا أن هذه المناورات هي خطوة أخيرة، أو تبدو كخطوة أخيرة في سلسلة من الخطوات والإجراءات التي تسارعت على المستوى الإقليمي مؤخرا. هذه المناورات هي الأولى من نوعها، ولكن أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك شهدت لقاء كان الأول من نوعه، لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. ومن عاد الرئيس المصري إلى القاهرة حتى بذلت مصر جهودا كبيرة من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية. المصالحة الفلسطينية لم تقتصر على حماس في غزة وعلى السلطة الوطنية في رام الله، ولكن ضمت بصورة أو بأخرى أيضا محمد دحلان الذي سارع للإعلان بعد انعقاد أول اجتماع لحكومة الوفاق الوطني أن حل الدولتين أصبح مستحيلا. قبل ذلك تم أيضا تدويل مضيق تيران بعد أن منحت مصر السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية. ومؤخرا في بداية الشهر الماضي أعلنت الإذاعة الإسرائيلية عن زيارة أمير سعودي من القصر الملكي إلى إسرائيل، ولم تكذب الرياض هذا النبأ. كل هذه الخطوات المتلاحقة تعود بنا إلى تعبير أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتبناه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التعبير الذي يتحدث عن صفقة القرن لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط. المشكلة الرئيسية أن لا أحد يعرف ما هو مضمون صفقة القرن. الأمريكيون اكتفوا بالحديث عن تعاون بين السعودية ومصر وإسرائيل والفلسطينيين من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتباينت التفسيرات لهذه الصفقة بدءا مما تحدث عن إقامة دولة فلسطينية في غزة وجزء من سيناء مقابل تعويضات لمصر، والقاهرة نفت ذلك بصورة قطعية. والبعض الآخر تحدث عن محور جديد يجمع السعودية ومصر وإسرائيل ضد إيران. السؤال ما زال مطروحا، ما هي صفقة القرن؟ كيف تبدأ وأين تنتهي؟